يوم امس 9 مارس كان عندنا لقاء مع وزير التربيه الوطنيه موسى شاكيب واللي كنا كننتظروا في الحقيقه الاجوبه حول الملفات اللي طرحات على وزاره التربيه الوطنيه يوم 15 فبراير ولكن مع الاسف ليس هناك اجوبه خيم على اجتماع ما حصل في شوارع الرباط ايام جوجو ثلاثة واربعه مارس يعني الحالي بالخصوص فيما يخص التعامل مع الاساتذه المفروض عليهم التعاقد والمداهمات اللي كانت والاعتقالات والمحاكمات دابا 60 حاله يعني نتاع المتابعات القضائيه اليوم 10 مارس سيتم النطق بالحكم يعني بالنسبه ل 45 حاله اذا مع الاسف ان هذا الملف هذا خصو يتطوى نهائيا لانه مقلق بالنسبه للجميع ولكن يبدو ان وزاره التربيه الوطنيه لا زالت يعني غير مستعده لحل المشكل رغم ان وزارة التربيه الوطنيه عبر يوم امس بانه مستعد لمواصله الحوار حول الملف اذا الملفات الاخرى مع الاسف ان الحكومه والوزاره، الوزاره بالاساس انها يعني كتعتبر بان الظرفيه ظرفيه غير ملائمه من الناحيه الاقتصاديه والماليه بالاساس، وبان الجائحه لعبت واحد الدور سلبي، وكذلك الجفاف، وكذلك يعني الحرب القائمه، اذا الشيء هذا في نظرنا ما يكون ما خصناش المبررات اللي يعني باش اننا الالتزامات اللي كانت ما تبقاش وباش اننا من يعني التمويلات لقطاع يعتبرونه يعني اولويه الاولويات فليكن قطاع التعليم بالفعل اولويه من الأولوي اولويه الاولويات لانه مهم بالنسبه لبلادنا وبالنسبه للبنات وابناء شعبنا سواء حاليا ولا مستقبلا وشكرا ما تنساش تشترك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس